السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتصحيح الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا لسنة 2023 لجهة الطلبة إذا أصطاد مادة التربية الإسلامية. تأمل الوضعية ثم أجب عن المهام. أثير نقاش بينكم في القسم حول الأسرة ومسؤوليتها الشرعية في بناء قيم أفرادها وحسن تربيتهم باعتبارها نواة المجتمع، حيث لفت انتباهك تدخلان أحدهما ذهب إلى أن الحديث عن الأسرة كمهد للتربية لا يستقيم مع ما نراه من تطور في مصادر متعددة لبناء قيم جديدة بعيدة عن الضوابط التقليدية، انطلاقا من الزواج مرورا بالحقوق والواجبات، فلكل فرد في الأسرة عالمه الخاص، حيث ضعفت قيم التواصل والتسامح والاحترام بينهم، وهي أمور طبيعية وعادية تستجيب لهذا التطور وتسمح بالتحرر من كل القيود السابقة. في حين رأي آخر أنه مهما كانت درجة هذا التطور وما صاحبه من تغير، تبقى الأسرة مسؤولة عن تربية أفرادها على قيم الإيمان وما يترتب عنه من تحمل للمسؤولية وصبر وعفة وحسن تواصل وتعاون وتسامح ومبادرة للخير، ويبقى ذلك رهينا بأسس نشأتها ومدى التزامها بأحكام الشرع وضوابطه في كل تصرفاتها. السند الأول. قال الله تعالى في سورة يوسف: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أنك لا أنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. السند الثاني. وتتلخص المقاصد الشرعية لبناء الأسرة في تنظيم العلاقات بين الذكر والأنثى وحفظ النسل الإنساني لاستمرار الحياة وعمارة الأرض والإحسان والعفاف وبناء الإنسان الصالح وحفظ التدين في الأسرة والتواصل الاجتماعي والتعارف الإنساني. ومن ثم فإن تحصين الأسرة وتفعيل مقاصدها وغرس قيمتها هو الكفيل بتحقيق العمران البشري بخلفية استخلافية وقبلة ربانية، وأي خراب في مؤسسة الأسرة فهو منذر ومؤذن بخراب العمران وضياع الإنسان. السؤال الأول. حدد المشكلة التي تطرحها الوضعية. المشكلة التي تطرحها الوضعية هي تباين الآراء حول أهمية الأسرة في غرس القيم وحسن تربية الأبناء. السؤال الثاني. عرف ما يأتي اصطلاحا. الزواج. الزواج هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحسان والعفاف وتكثير سواد الأمة وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين. الصبر. الصبر هو القدرة على الجلد وتحمل المشقة في ثبات ويقين دون شكوى أو جزع. التسامح هو اليسر واللين في المعاملات المالية والاجتماعية النابع من جود المتسامح وكرمي. السؤال الثالث. استخرج الموقفين الواردين في الوضعية. الموقفين. الموقف الأول أن الأسرة ليست هي المسؤولة عن غرس القيم. الموقف الثاني يعتبر أن الأسرة هي مهد التربية وأساسها. السؤال الرابع. تأمل السند الأول ثم أنجز المهام الآتية. ألف صيغ مضمونا مناسبا لما تحته خط في السند. التقوى والصبر أساس الفوز. ب. استخرج من السند الأول 4 قيم واردة فيه: الصبر، الإحسان، التقوى، الاعتراف بالفضل، الاعتراف بالخطأ، الرحمة، العفو، التسامح. ج. استخلص طبيعة تعامل يوسف عليه السلام مع أفراد أسرته: رحمته بإخوته، العفو عنهم، إكرامهم، التجاوز عنهم. السؤال الخامس. ورد في الوضعية أن قيام الأسرة بدورها التربوي رهين بتأسيسها وفق أحكام الشرع. ألف في الجدول أسفله مجموعة من المعطيات، أتمم ملء الجدول بما يناسب. المصطلح: الزواج، حكمه الشرعي، مندوب، مقصده من مقاصده الإحسان والعفاف وبناء أسرة مستقرة. المصطلح هنا هو العدة، الحكم الشرعي هو واجبة، مقصد من مقاصده براءة الرحم، جبر خاطر أهل الزواج، فرصة للإصلاح. المصطلح الطلاق،
حكمه الشرعي مباح تجنب الأضرار الناجبة عن زواج فاشل. ب. ورد في الوضعية أن الأسرة مسؤولة شرعا عن تربية أبنائها ورعايتهم وحفظ حقوقهم. أبرز ذلك ثم عزز جوابك بمثالين من حقوق الطفل. أهمية الأسرة في التربية والرعاية. أهمية رعاية الحقوق داخل الأسرة. مثالين من حقوق الطفل: النفقة، العدل، التعليم، الرحمة. السؤال السادس: ورد في الوضعية أن الأسرة مسؤولة على بناء قيم الصبر والعفة وتحمل المسؤولية. ألف: أذكر نوعين من أنواع الصبر تسعى الأسرة لترسيخهما في أبنائها، مستدلا بنص مناسب من سورة يوسف على كل واحد منهما. الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على الابتلاء. الآيات المناسبة من سورة يوسف: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وراودته التي هو بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ب. اقترح أسلوبين شرعيين للحد من سوء توظيف بعض وسائل التواصل الاجتماعي: استحضار رقابة الله تعالى، تمثل قيم العفة والحياء، استثمار الوقت فيما ينفع، عدم المساهمة في نشر الفواحش. جيم: الفاحشة معاون من معاول هدم الأسرة. بين دور الصبر والعفة في محاربتها، معززا جوابك بنص قرآني مناسب من سورة يوسف: الصبر يمنع الوقوع في الفاحشة، والعفة تحمل صاحبها على اجتناب الفاحشة. النص الشرعي من مثل: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. السؤال السابع: الأسرة مهد التربية على الأمانة وتحمل المسؤولية. ألف: بين أثر الوفاء بأمانة تحمل المسؤولية على الفرد والمجتمع. الإشارة إلى أثرين على الفرد، أثرين على المجتمع. على الفرد: الالتزام بالتكاليف الشرعية، الطمأنينة والسكينة، حفظ النفس ماديا ومعنويا باعتبارها أمانة، الابتعاد عن كل ما يملكها ويؤذيها على المجتمع. على المجتمع: إتقان العمل، انتشار الثقة في المعاملات بأداء حقوق لأصحابها، نماء المجتمع وتطوره، حسن تدبير الشأن العام. ب. ركب فقرات تبين فيها أهم القيم التي يتوجب على الأسرة غرسها في نفس أبنائها حال تحملهم لأية مسؤولية. تعتبر الأسرة الخلية الأساسية في بناء المجتمع، ومن المهم أن تتمتع بقيم أساسية تشكل أساس علاقاتها الداخلية وتعاملاتها الخارجية. يتوجب على الأسرة أن تتحلى بالصدق والأمانة في تعاملاتها مع بعضها البعض ومع المجتمع. وكذلك ينبغي أن تكون العفة والكفاءة والصبر والبذل من القيم المتجذرة في تفاعلاتها اليومية. إن هذه القيم تساهم في بناء أسرة سليمة مستقرة، وتعزز الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع. السؤال الثامن: ورد في السند الثاني، فإن تحصين الأسرة وتفعيل مقاصدها وغرس قيمها فهو الكفيل بتحقيق العمران بخلفية استخلافية وقبلة ربانية. ألف: حدد العلاقة بين اهتمام الإسلام بالأسرة وعمارة الأرض. علاقة ترابة، إذ يعتبر الإسلام الأسرة نواة المجتمع، وهي أساس التكاثر وعمارة الأرض وبناء الفرد الصالح المصلح الذي سيسهم في السير في الأرض وعمارتها. ب. كيف يتحقق الوفاء بأمانة مبدأ الاستخلاف من خلال عمارة الأرض. مبدأ الاستخلاف يتحقق بالقيام بالتكاليف الشرعية، الحفاظ على البيئة باعتبارها مظهرا من مظاهر الإصلاح في الأرض وعدم الإفساد فيها،
جيم، في سياق تتبع والدتك لاستعدادك للامتحانات، اختبرتك بفكرة مفادها أن للإيمان مجالا وللعلم والفلسفة مجالهما. عبر عن رأيك حول هذه الفكرة مستثمرا ما درسته. أعتقد أن الإيمان والعلم والفلسفة الراشدة ليست مجالات منفصلة تماما، بل هي جوانب مترابطة من التجربة الإنسانية. الإيمان يوفر إطارا روحيا وقيميا للفهم والتفسير، بينما يسعى العلم والفلسفة الراشدة لاستكشاف وفهم الواقع بطرق منهجية وعقلانية. على الرغم من أنهم يستخدمون أساليب مختلفة، إلا أنه من الممكن تحقيق تكامل بينهما. سؤال التاسع، مستثمرا السند الثاني، حدد موقفك ممن يدعي أن الأسرة لم يعد لها دور في ترسيخ وغرس القيم الإسلامية، مع التعليل والاستشهاد بنص شرعي مناسب من سورة يوسف. لا أوافق الرأي القائل بأن الأسرة لم يعد لها دور في ترسيخ وغرس القيم الإسلامية، لما لها من دور كبير في التربية الإيمانية للأطفال وحفظ الأمور دينهم ودنياهم، مما ينعكس إيجابا على سلوك الفرد والمجتمع. الاستشهاد من سورة يوسف في قوله يعقوب لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. هنا كنسالي الفيديو، ما تنساش تحط معك واحد اللايك وتشترك في القناة.